اكثر المأكولات اللي تتساهم على إذابة الدهون. اختاري لنا هذا الموضوع اون رياكسيون اللي واقع في الانترنت. فمؤخرا اننا تنشوفوا خلطات معجزه، مشروبات معجزه تذيب الدهون في 4 ايام في اسبوع، تتنعس قبل ما تنعس تشربها، تصبح ضعيف. يعني شفنا اكيد انتم بحالي سيتوصلكم دي ميساج بحال هادو. سمعنا على القرفه، سمعنا على سكنجبير، على بزاف الحوايج. حسينا بالمسؤولية أنا وسينا بالعياشي تجاه المستمعين ديال راديو دوزام باش ننوروهم في هذا النطاق هذا. ماشي كلشي اللي تدار في انترنت هو مفيد وصحي وصحيح. فاليوم معنا الأخصائي في ميدان التغذية باش يجاوب على ما بين قوسين هذه الادعاءات. كيف ما قال واحد الأستاذ دكتور جوجل راه ماشي طبيب، جوجل راه ماشي دكتور. فما عرفش واش سينا بالعياشي غادي يأكد هذه المعلومة ولا لا. صح صح، هو الغريب في الامر، وغير مؤخرا دي واحد يومين ولا ثلاث ايام وصلتني واحد في الواتساب واحد التصويره فيها شرب الماء المغلى وفيها واحد هي بالزرق. غنهضر عليها باش الناس اللي وصلتهم هذه الايماج ما يبقاوش ينشروها، لان بعض الاحيان تنشروا بعض الامور اللي بحسن نيه ولكن راه تقدر تخلق مشاكل. فيها لا بان شرب الماء المغلى يعالج سرطان ويعالج داء السكري ويعالج امراض الكلى وامراض الكبد ويذيب الشحمه. تذوب الشحمه بالماء سخون، تذوب الشحمه على الريق. انا دي وصلتني الوغ هذيك تذوب الشحمه، حيت دابا ملي غنشرب ماء سخون راه ما غيبقاش سخون، غنشرب ماء سخون غيوصل المعده ضروري خصو يولي في 37 درجه عادي يدوز. دونك كيحيدوا ديك القضيه ديال ان راه ملي تنذوبوا الشحمه في الجسم ديالنا كاين جوج طرق باش غادي نذوبوا الشحمه لا غير. كاين بالمكونات الغذائيه اللي غادي نشوفوا اشنو هي، هذه النقطه الاولى، او لا بالحركه، برفع من درجه حراره الجسم عن طريق الحركه، لان هذيك الحركه اللي غتخلينا نذوبوا هذيك الشحمه. فالموضوع ديالنا هو الشحمه على مستوى البطن، والاغلبيه ديال الناس يعانوا من هذا المشكل هذا. غير هنا كاين جوج، كاين المنطقه العليا ديال البطن وكاين لو باد فونتر، يعني المنطقة السفلى ديال البطن، كاين جوج ديال المناطق. هنا كاين اللي تتلقى عنده تعيطوا ليه الجوف. الجوف نعم، كاين اللي تتلقى عنده الكرش خارجة. الوغ هاد الكرش خارجة اشنو السبب ديالها؟ بكل بساطة إلا ما كانتش هناك حالة مرضية، الكرش خارجة تتعطينا فكرة على ماشي غير النظام الغذائي، كيفاش هاد السيد عايش، ليجين دو في كامله، ليجين دو في كامله، نمط العيش ديال هاد السيد اشنو تيعني؟ ان هاد السيد هذا اولا ما تياكلش مزيان، انه ما تيتحركش مزيان. كاين اللي تيبدا تيتحرك تيدير واحد الشهر ديال الرياضه وتيقول لك انا هاد الشيء ما عطانيش نتيجه، او لا تيقدر يدار الرياضه وتزادوا صحيح زاد الكرش تزيد تخرج. علاش؟ لانه ما تيعرفش كيفاش يتعامل معاها. فهاد المساله ديال ازاله الكرش بطبيعه الحال نقدروا نعاونوا بعض الوصفات، نقدروا نعاونوا بعض العصائر، نقدروا نعاودوا بعض الاغذيه، ولكن ماشي حاجه وحده هي اللي غادي تعطيني النتيجه، والنتيجه تكون سحريه وفي يومين ولا ثلاث ايام. هذا خطا، لان ازاله البطن في 4 ايام من غير الا كان شي موس كبير و احنا اللي خدينا معك كدرس وكدروس سي نبيل عياشي هي الالياف الغذائيه هي نعم. اللي تتعاوننا على اننا نتخلصوا من الدهون. النخاله نعم. نصحتي بها قبل العيد الكبير نشربوا نعم. غير معلقه ديال النخاله نعم. بالماء ولا نعم. هكذاك ناخذوها قبل الدهنيات تساعد. التفاح كذلك نعم. تساعد. ما عرفش مثلا القرفه اللي تيديروها هنايا، واش القرفه يوميا كل نهار في الليل تشربها مع العسل، واش بصح تحيد لنا الدهون؟ شوف، ظهور الشحمة على مستوى البطن السبب الأول ديالها راه ماشي هي الإدام، السبب الأول ديالها هما السكريات. هذه النقطة باش خصنا نفهموها. علاش؟ لأن تناول السكر بشكل متداوم طيلة اليوم، من تنهضر على السكر عفوا ربما بطريقة مباشرة أو لا بطريقة غير مباشرة، تنكون فطرت الصباح كليت شي حاجه عاوتاني فيها السكريات مع 10، عاوتاني كليت السكريات مع 12، عاوتاني غناكل السكريات مع 4، عاوتاني مع 6، عاوتاني بالليل. حيت كليت تيجي الليل وتيضرب تيقيني سميره، جات عندي السيده تتاكل 2 كيلو د المندرين بالليل قسما بالله. والمندرين راه فاكهه 2 كيلو د المندرين مفيده مزيان، ولكن 2 كيلو راه فيها سكريات حتى هي، راه حيت ملي تنسمعوا بالنسبه لها هي تتاكل شي حاجه طبيعيه. هذا هو المشكل، حنا ملي تنهضروا على الفوائد ديال الفاكهه، الفاكهة هي راه فيها سكريات، وبالتالي الاكثار من تناول السكريات بالليل وعدم الهضم ديالها
يؤدي الى زياده في الوزن، كذلك يؤدي الى سمنه. لان الخطير في الامر ان هذه السكريات تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون في في حاله عدم الحرق ديالها. فاني غنبقى ناخذ انا السكريات سواء كانت طبيعيه او لا اخرى، الا كثرت منها راه واخا تكون طبيعيه راه الاكثار منها تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون. لهذا فنتناول نعم الفواكه ولكن ماشي جوج كيلو في النهار، نتناول التمر نعم ولكن ماشي كيلو ونص في النهار. سي فري كاين اللي تيجيب قبالته واحد الزلافه كبيره معمره بالفواكه وتيبقى ياكل، تيقول لك تناكل غير الفواكه. نعم تناكل غير فخوي وخا بالليل مع 12 الليل ولا مع 11 الليل هي صحيح ان اللهم لا فخوي ولا حاجه اخرى، ولكن هذا ما تيعنيش انني غناخذ فيهم شحال ما بغينا. فهذيك الشحمه اللي تتجمع على مستوى البطن قلت ان السبب الاول المباشر ديالها شنو هما؟ هما هذوك السكريات. سكريات الاكثار من تناول السكريات، من بعد تجي الاكثار من تناول الدهنيات كذلك. النقطة الثالثة في السبب المباشر ديالها عدم الحرق ديال هذيك الشحوم على مستوى البطن. من بعد ملي تتكون عندنا الشحمة تيولي عندنا كيفاش نحيدوها؟ كيفاش نحيدوا هذه الشحمة؟ وهنا تيولي الشغل الشاغل ديال الناس، وخصوصا الناس كاين كذلك شرب المشروبات الكحولية. لأن المشروبات الكحولية فيها سعرات حرارية كثيرة، والشرب ديال المشروبات الكحولية كذلك يؤدي إلى ظهور هذيك الشحمة على مستوى البطن. فأول شيء تيخصنا نقوموا به هو أننا نقادوا النظام الغذائي ديالنا، ولكن ماشي بوحدو. أنا تنقول أن من المستحيل أن النظام الغذائي بوحدو يعطي نتيجة، ضروري بموازاة مع الحركة. الوغ هنا ملي تنهضروا على الحركة، هذا ما تيعنيش أنني ضروري خصني نمشي نتقيد في القاعة وضروري خصني نلبس، راه يمكن لي ندير 40 دقيقة ديال لامارش في اليوم كافية كافية. أولا إلا عندي الفيلو في الدار يمكن لي ندير 40 دقيقة ديال الفيلو، إلا ما عنديش وما قادرش نخرج نديرها غير في البيت غير في الدار. علاش؟ لأن بهذيك 40 دقيقة، ولكن هنا خصني نرد البال، لأن شحال من واحد تيدير الرياضة ومن بعد الرياضه تياكل اكثر من داكشي اللي كان مولف تياكل. يا صحيح. علاش؟ نفسيا تقول لك وصافي انا درت الرياضه ما عنديش مشكل، لا هنا خطا. فخصني نحافظ نقاد النظام الغذائي ديالي، ولكن بلا ما نزيد حتى شي حاجه بالموازاه مع هذا ملي نكون تندير الرياضه. يعني ماشي غندير الرياضه وغادي نجي وغنتناول امور لان ما كانتش عندي العاده انني نتناولها، فهنا غادي نزيد سازيد الطينه بالها. واخا سي نبيل العياشي الله يخليك، جاوبني على سؤال ديال القرفه والعسل، لانها راه ظاهره دايره بوم، غتسمحوا لي على ليكسبريسيون في الانترنت. خذوا العسل والقرفه مشروب في الليل كل ليله، وغادي تفقدوا حتى 4 كيلو في السيمانه. شتي الا ما تمشاش، الا ما حيدتش المقليات ونقص من السكريات، والله لا حيدت غرام. انا نجيك من الاخر. ماشي ما كاينش خطر في اكل القرفه كل نهار. بطبيعه الحال كاين خطر، راه حنا ملي تحدثنا على القرفه قلنا تناول معلقه كبيره ديال القرفه لمده 40 يوم راه قصور كلوي. يلا. مشكله بالنسبه للكلي. الزنجبيل كذلك راه حنا تحدثنا عليه. فالناس خاص حيت المشكل لا سميرة، المشكل هو ان الناس تيقلبوا على الحل السريع. انا تنقولها لكم ما كاينش حل سريع، ما كاينش كاين شي غير واضحين. الحل السريع هو انني نقاد راسي، هو لان شنو فيها الا خسرت على راسي واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور؟ واش راسي ما يستاهلوش؟ راه راسي تيستاهل اربع شهور، تيستاهل ثلاث شهور، تيستاهل حتى عام. فمنين تنجيو تنقولوا لا انا خاصني نطيح هذيك، حيت شنو تيوقع للشخص؟ شهر تيوجدتي تيستي هذيك ديال القرفه والعسل، ما تعطيش نتيجه، من بعد تيدوز الحامض والمدافي ما تعطيش نتيجه، من بعد غيدوز الزنجبيل وما تعطيش نتيجه، من بعد غيدوز الليشو وتبقى غادي في ديك الدواء ما تلقى داز ثلاث شهور اربع شهور. كون تبع هذاك النظام الاخر كون عطاه نتيجه. فالاكثار من التناول ديال الاغذيه، حيت هذيك الشحمه بعدا على مستوى البطن باش الناس يفهموا الخطوره ديالها، راه ماشي غير سوغ البلون استيتيك، راه حتى حيت هذيك الشحمه على مستوى البطن جميع السموم المتراكمه تتجمع تماك. بحال العش ديال السموم، شوف بحال الزغبه في العجينه، راه ما يمكنلكش تحيد الزغبه بلا ما تحيد الطريف من العجينه. نفس الشيء هذيك الشحمه، هذيك الشحمه السموم كلها تتجتمع تماك، باش تحيد هذوك السموم خص تحيد هذيك الشحمه، باش تحيد هذيك الشحمه خصك تاكل مزيان ودير الحركه. دونك تيولي الشخص ما تينعش مزيان، تيولي الشخص عنده مشاكل على مستوى الهضم ديالو، لان هذيك الشحمه تتخلق مشاكل على مستوى الامعاء وعلى مستوى الكبد وعلى مستوى المعده. وهنا تنوليو في واحد الحلقه مفرغه اللي هي كبيره بزاف، لهذا ما نستهنوش بها. هي مسألة اللي هي خطيرة ومسألة اللي هي سهلة أننا نحيدوها. من بعد طبيعة الحال تتبقى ما يعرف تنسميوها لا فينيسيون بالنسبة للناس اللي تيقلبوا على واحد لو ريزولتا اللي تكون بارفي. هنا تندوزو للحركات، تندوزو ما يعرف بالحركات ديال ليزابيد منو اللي بطبيعة الحال أنا تنضرب بالنسبة للناس اللي تيقلبوا أنهم يتراسيو إلى آخره. أما غير باش نحيدوها فأنا في هذه الحالة تتقول سهلة السي نبيل العياشي، ربما أنك ما جربتيش أنك تحيدها. سهلة كيفاش؟ أعطينا شي حاجة عملية، يوم مثالي او اسبوع مثالي ولا شهر مثالي، شنو خاصني ندير؟ نعطيك يوم مثالي. غنفطر بالخبز زيت البلديه اتاي، هذه ما تناقشوهاش. خبز كامل طبعا. خبز كامل.
غناخذ معنا 10 تفاحه ولا جوج. غنجي للغدا. الغدا السلطه ديالي يكون فيها الخيار، يكون فيها ليشو، يكون فيها الباربه، يكون فيها خيزو، يكون الخس، يكون البسباس. هذه كلها اغذيه تساعد. طبعا لك ناخذ الفواكه ناكلهم قبل. احنا خدينا التفاح مع 10. صافي بركه. هنا غناخذ السلطه. غناخذ مثلا الخبز او العدس او اللوبيا او البصاره او الرز او 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 اللحم ماشي ضروري يكون كل نهار. غنجي للعشيه مثلا واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع من بعد الغدا. غنقدر ناخذ مثلا عاوتاني واحد جوج تفاحات. علاش نركز على التفاح؟ لانه هو كيشير تيلي لان اصلا تسدد اللمجه او ما يسمى بالكوتي. بالضبط. نقدر نجي على خمسه ولا سته العشيه ناخذ التميرات مثلا، خمسه التميرات ما عنديش مشكل. هنا غيجي العشاء. واش العشاء ضروري؟ واش العشاء ضروري انني نستعمل العشاء؟ ماشي ضروري. نقدر نشرب بزاف ديال الصوبه وغتساهم ليا في حرق الشحوم وفي حرق الدهون اللي عندي في الجسم ديالي. بطبيعه الحال كاين هناك بعض والحركات 30 دقيقة في النهار طبعا. كاين بعض لي غرين، بعض الحبوب تساهم بنسبة 0.001%. الزنجلان مثلا، زريع الكتان مثلا، وحميد تساهم في حرق الدهون، في حرق الشحوم داخل الجسم ديالنا. فهمتي؟ ملي تهضر على مثلا الليشو المكور يساهم في حرق الشحوم، اللفت يساهم في حرق الشحوم، القوق يساهم في حرق الشحوم، البسباس يساهم في حرق الشحوم. فالتناول ديال هاد الأغذية ملي تدوز كلهم خضرين من الأحسن، من الأحسن يكونوا خضرين. فملي تدوز أنت كليتي هاد شرب الماء كذلك، شرب الماء ديال جوج لترات الماء في النهار غير الماء بوحده يساهم كذلك في حرق الشحوم. نبتعد عن المقليات، نقلل من تناول السكريات، ندير واحد 30 ولا 40 دقيقة في اليوم. وهذه مسألة صعيبة صعيبة سبحان الله.